اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. احمد مجد، ازيك يا ابو حميد؟ ازيك يا كابتن؟ اخبارك ايه؟ كله تمام. ايضا محمد عبد الحافظ، ازيك يا محمد؟ الحمد لله. اخبارك يا كابتن؟ شكرا. كله الحمد كويس؟ الحمد لله بخير، كله تمام. الحمد لله. احمد، خلينا نبدا وكالعاده، احمد ومحمد خلينا نبدا وكالعاده الحقيقه بتقديم تقرير عن اخبار المونديال للنهارده، ايه اللي حصل النهارده من خلال هذا التقرير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى وكالعاده. ايضا نتائج مباريات اليوم، استراليا بتفوز على الدنمارك بهدف مقابل لا شيء، وركلات الدنمارك جابت جون، كانت تونس صعدت بعد فوزها على بطل العالم. تونس بتفوز على بطل العالم بهدف مقابل لا شيء في واحده من افضل مباريات الفرق العربيه او المنتخبات العربيه خلال هذا المونديال. والسعوديه والمكسيك، انتهت هذه المباراه ايضا بفوز المنتخب المكسيكي على المنتخب السعودي بهدفين مقابل هدف، اما بولندا بخسرت من الارجنتين بهدفين مقابل لا شيء. خلوني ابدا بقى مع حضراتكم، واحمد يقول لي او نبدا حديثنا عن مباراه استراليا والدنمارك ورايك في هذه المباراه. طبعا كانت استراليا عندها دوافع كبيره جدا ان هي تحسم الموضوع بدري، بس الدنمارك كانت الخصم يعني الطرف الاقوى في المباراه في وقت طويل جدا. بس استراليا لعبت، استراليا كانت مستبعده اساسا من كاس العالم، او ما كانتش هتوصل لكاس العالم. كانت وصلت بالملحق عادي، اللي هو بيحصل بشكل تلقائي يعني بين المنتخبات اللي جايه من يعني هي كانت ابعد الفرق للوصول. سبحان الله. ولكن دخلت المونديال بواقعيه، ما فرطتش في النقاط زي ما الدنمارك عملت. صحيح. في المباراه الاولى قدام تونس. فرنسا اللي دخلت المجموعه كالعاده كمرشحه بارزه او ابرز المرشحين للتاهل. استراليا لعبت على هجمه مرتده من البدايه، لان عارفه ان في فرق في القدرات الفرديه بينها وبين الدنمارك على مستوى العناصر يا كابتن، ونجحت في هجمه مرتده منظمه جدا في نهايه الشوط الاول ان هي تسجل الهدف الاول اللي يعني استقتلت علشان تحافظ عليه في لحد نهايه المباراه، لان عارفه انه غالبا النتيجه الناحيه الثانيه ان كان فرنسا كسبت او تونس تعادلت هي هتصب في صالحها. ولكن اللي ما كانتش متوقعه خالص ان هي تعادل نفس الرصيد بان تونس تكسب فرنسا وتوقفها عند النقطه رقم 6. استراليا حققت كل اللي هي عايزاه من المباراه، ووصلت حتى الدفعه المعنويه كبيره انها تحقق نفس رصيد النقاط اللي فرنسا محققاه. هيقابلها خصم صعب جدا طبعا في الدور الثاني هو الارجنتين، بعد الدفعه المعنويه الكبيره اللي واجهته اللي هو حصل عليها بوصوله للنقطه 6 وتصدره للمجموعه بعد القلق بتاع ماتش السعوديه. ما اعتقدش استراليا هتكمل كتير بعد ماتش الارجنتين، ولكن ما اعتقدش برضو انها هتكون خصم في المتناول بالنسبه للارجنتين في الدور الثاني. طيب محمد، المنتخب الدنماركي كان من المتوقع ان هو يعمل مباريات افضل من كده بلا شك، بالنظر للمستوى الدنمارك في السنين الاخيره، مش بس في كاس العالم، حتى في بطوله اوروبا. بطوله اوروبا اللي فاتت الدنمارك خسرت في السيمي فاينل بصعوبه جدا ضد انجلترا وفي ويمبلي. فالدنمارك بشكل عام مشاركاتها في بطوله اوروبا وكاس العالم دايما بتقدم مستوى كويس، مستوى منضبط، عندهم قوه بدنيه في الالتحامات، فريق من الفرق الاسكندنافيه اللي بتبقى مذاكره كويس وهي داخله البطولات اللي زي دي. فلما تبص المجموعه بالمنظر ده، كنا لسه بنتكلم دلوقتي على ان استراليا اتاهلت بالملحق من اخر منتخبين وصلوا لكاس العالم. صحيح، ده مسكت في الديل يعني. مسكت في ديل الطياره بالظبط كده. فالدنمارك على الورق كاس العالم دايما بنقول كاس العالم على الورق، الدنمارك وفرنسا هم اللي رايحين، وكان في توقعات حتى ان الدنمارك تنافس فرنسا على المركز الاول. انا في اعتقادي المجموعه دي اللي حسمها من وجهه نظري الشخصيه ماتش تونس واستراليا. الماتش ده اللي استراليا فازت فيه 1-0 ده كان ماتش التاهل بالنسبه لتونس. صحيح. لو كانت تونس خدت النقط في الماتش ده كانت ممكن تساعدها جدا، لان برضو مش عاوزين نغفل حاجه انه تونس النهارده بفوزها على فرنسا صحيح انجاز كبير، نهني للشعب التونسي عليه، لانه في النهايه هيفضل في تاريخ الكره التونسيه والكره العربيه ان فريق عربي هزم تونس، زي ما الجزائر او هزم فرنسا، زي ما الجزائر هزمت المانيا الغربيه في 82. صحيح الجزائر ما وصلتش دور 16 في كاس العالم وقتها، لكن الكل بيقول هذا الكلام، لكن كلنا فاكرين الماتش ده ومش هننساه. المغرب لما هزمت اسكتلندا في 98، السعوديه لما هزمت بلجيكا، كل دي ماتشات تاريخيه. مصر لما تعادلت مع هولندا بجون كابتن مجدي. فاللي هو النهارده فوز تونس هيخش التاريخ، ولكن طبعا في يعني مراره شويه بعدم التاهل للدور الثاني، خصوصا ان انت فرطت في مباراه استراليا، وهي المباراه او مش فرطت، هي المباراه اللي كانت
اللي خد عليها جلال القادري الانتقادات كبيره جدا جدا، لانه كان من الممكن افضل ما كان كنت ممكن تخلص هذه المباراه كانت تخلص تعادل وليس لو بداها بتشكيله ماتش النهارده. والنهارده جلال قادري بادئ بست لعيبه مختلفين عن يعني من بينهم علي معلول. علي معلول ما لعبش ده اللي غريبه جدا. علي وجوده وخبره ومعرفش يمكن هو ليه حسابات معينه في دماغه، لكن في النهايه اعتقد ان علي مثلا في مباراه استراليا في مثل هذه المباريات انت محتاج واحد يعمل لك اوفرين ثلاثه بس. طبعا تونس النهارده عملت اوفرين او علي معلول عمل اوفرين او ثلاثه دواء جوان زي ما بنقول. النهارده هو وكشريده بالذات، كشريده على اليمين وكشريده على الشمال كانوا عاملين توازن بين علي وكشريده. كشريده لعيب جامد باك رايت جامد يعني او كل حاجه، ولكن في نفس الوقت بيبذل مجهود اكتر من علي بكتير. لكن علي بسم الله ما شاء الله قادر ان هو خلي بالك قافل الحته كويس لغايه لما ديمبلي نزل وعمل، لكن بيعمل اوفرات جيده جدا، وكان ممكن جدا جدا لو بيلعب في مباراه استراليا دي كان يبقى له دور. ده حتى ما نزلش احتياطي يعني، كان احتياطي او في واحده كان في مباراه احتياطي ومباراه في المباراه الثانيه نزل كبديل في ماتش استراليا بس استراليا. هو ما كانش لحق يعمل حاجه. كمان محمد علي بن رمضان، محمد علي بن رمضان عمل ماتش كبير جدا النهارده اللي مش مبرر فعلا انه ما يبداش ولا يشارك في المباراتين اللي فاتوا. يعني الفرقه التونسيه بدل حالها تماما يعني. صحيح. انت كان ممكن العنصر بتاع علي العبدي ده مثلا لا يعني يحسم بس الجبهه اليسرى لما عثمان ديمبلي نزل بحيث يساند علي معلول في 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 انه يواجه عثمان ديمبلي يعني، ولكن انك ما تبداش بمعلول خالص انت بتفقد الفرقه عنصر يعني عنصر هجومي كتير كبير جدا يا كابتن. كبير وغريب يعني ان انا افقد واحد زي علي معلول في اوفرات. انت محتاج ايه؟ في باكات نوعيه لاعبين يلعبوا لك عشان يعملوا لك اوفرين ثلاثه يجي منهم جول. انا بشوف ان علي حتى دفاعيا على عمل ماتش كبير جدا علي معلول. بس كنت بقول لك حتى دفاعيا يعني اللي النقطه اللي احنا بننتقد فيها او الناس بتنتقد فيها علي معلول لما بيجي تصنفه كوسط الباكات الكبيره اللي جت في تاريخ مصر. علي معلول لا النهارده عمل ماتش دفاعي كبير جدا لحد ما فعلا الجبهه دي نزل فيها عثمان ديمبلي وبدات تكون اكثر شراسه بنزول عثمان ديمبلي ومبابي الناحيه الثانيه، وجريزمان بقى بينقل اللعب في الشوط الثاني ما بينهم. فاعتقد علي معلول عمل ماتش دفاعيا كبير جدا وهجوميا كان ليه دور كبير جدا ان الفرقه تتنفس، لانك لما كنت بتعتمد بس على مجهود العيدوني والياس السخيري في نقل اللعب من خط النص بغض النظر عن ان هما الاثنين امكانياتهم عاليه جدا بس هما ما عندهمش مفيش سرعه برضو يا كابتن. عيدوني عيدوني لعيب هايل جدا بيلعب في الدوري المجري واعتقد ان هو ممكن يروح دوري يروح اقوى دوري اقوى المجري الفتره اللي جايه. يروح الجزائر على فكره ليه اصول جزائريه وكان هيستدعى للمنتخب الجزائري. هو بروفايل اللعيبه الجزائريين اختار منتخب عيدوني. تونس بيفكرني بكريم زياني اللي هو كان عندهم في 2000 لا بس خلي بالك هو وجوده اعتقد عشان او اختياره لمنتخب تونس عشان يلعب في كاس العالم يعني بالزبط. مش عشان لا هو لسه جاي قبل البطوله يعني هو لعب تقريبا اربع ماتشات دوليه قبل كده تقريبا اربعه وخمسه. بس هو فعلا زي ما حضرتك بتقول هو كان في جيل كامل يعني ست سبع لعيبه تم وضع الانظار عليهم، منهم حمزه رفيعه، منهم عمر رقيق واخوه كريم رقيق، منهم كذا لعيب كانت تم الوضع العين عليهم من تونس. وده الشغل المنهجي فعلا اللي فعلا بيقود ان انت يعني ان فعلا المنتخب بيكون على راس الاولويات في مشاريع على المدى الطويل. وده اللي احنا بنطالب بيه في الكره المصريه انه يوضع فعلا المنتخب كاولويه فوق كل شيء بغض النظر ان تونس ما صعدتش وبغض النظر ان يعني على الورق هيتسود خانه ان ده فشل، ولكن اللي حصل كله والاداء التونسي كان اداء مشرف جدا وينم ان المنتخب التونسي بقياده محليه ان كان هيستمر جلال القادري او مش هيستمر او هيتم وضع مدرب اجنبي في الحسبان الا انه النسخه دي مشرفه. بتفق مع محمد جدا في النقطه انه لو هيفضل يكتب في التاريخ ان تونس فازت على بطل العالم أكيد. حاملت اللقب. واعتقد كمان مهم ان احنا ما نغفلش فكره اقامه البطوله في دوله عربيه انا شايف انها قللت الفجوه ما بين المنتخبات الكبيره والفرق العربيه. النهارده ماتش تونس وفرنسا تحس ان انت في رادس، عدد صوت الجماهير والاجواء اللي خلقاها في الملعب اعتقد ساعدت لعيبه تونس اكتر بكتير في ان هي في الاوقات الصعبه. صحيح فرنسا خلينا نعترف ان فرنسا داخله الماتش مش حاطه كل فرنسا اوريدي داخله البطوله فقد عدد كبير جدا من اللعيبه بوجبا وكانتي وكريم بنزيما، فمش عاوز يفقد لعيبه اكتر. ريح النهارده لعب الصف الثاني تقريبا وبالتالي الصف الثاني اغلبه صف ثاني، بس هي من اقوى الفرق حتى يعني برغم هزيمه النهارده من واقع الماتشين اللي في الجوله الاولى والثانيه اعتقد فرنسا هي والبرازيل واسبانيا ونضيف عليهم المانيا. انا متوقع ان المانيا تفوق. انا شايف الاربع فرق دول افضل فرق ظهرت في البطوله لحد دلوقتي. اسبانيا غير عاديه، اسبانيا هيله
حقيقه يعني. مش لسه مش باينه مشكله اسبانيا الوحيده من وجهه نظري عنصر خبره، عنصر خبره قليل شويه في الفريق، لكن في سيستم معمول وفي مدرب مستقر بقاله فتره طويله وفي مستوى لعب بتاع دوري الابطال ده مش بنشوفه في كاس العالم يعني. انا دوري كاس العالم عاده بيبقى فيه كواليتي كوره اقل من البطولات الاوروبيه، لكن في طاقه وحماس وروح وطنيه اعلى، فده بيغطي شويه. الفرق بقى اللي بتقدم لنا الكوره اللي بنشوفها في الدوريات زي الدوري الانجليزي ودوري ابطال اوروبا، اعتقد احنا بنشوف لمحات من دي كتير قوي مع منتخبات زي انجلترا وفرنسا واسبانيا والمانيا مع فليك. اعتقد بدايه من بكره من ماتش كوستاريكا اعتقد المانيا هتكسب وتعدي تروح الدور الثاني بشكل مختلف. طيب على الجانب الاخر مباراه تونس بقى وفرنسا، مباراه تونس وفرنسا مباراه شوط ونص للمنتخب التونسي كان يستطيع، او تحس ان المنتخب التونسي هو اللي لابس ازرق والمنتخب الفرنسي كانه حتى مش تونس اقل من المنتخب التونسي، لكن انا اقصد اقول انه المنتخب التونسي عمل مباراه على اعلى او 60 دقيقه على اعلى مستوى طبعا يا كابتن، سواء دفاعيا او هجوميا بالمناسبه. صح، لان انت انك تحجم حتى اللعيبه اللي موجودين حتى الموجودين دول حتى اللي موجودين لعيبه كبيره جدا. الفريق التونسي يعني كل خط نص فرنسا بالطول وبالعرض، وانا برضو شايف ان نقطه الضعف اللي عند منتخب فرنسا كمنتخب مصنف جدا يعني كمنتخب مصنف من الاوائل هو خط النص. انا شايف ان خط النص بتاع فرنسا محتاج تدخل كده من ديشان بحيث يحمي بعض الفجوات اللي موجوده عند كامافينجا وعند تشواميني وعند بدايلهم بشكل عام. والنهارده كان ماتيو جندوزي بالذات في الشوط الاول انا ما كنتش شايف ان هو قادر يجاري اللعبه التونسيه على مستوى القوه البدنيه او على مستوى السرعه او على مستوى الاندفاع او على مستوى التكنيك حتى في المهارات في الشوط الاول. تونس دخلت الماتش بروح عاليه جدا، الهدف اللي جه في الدقيقه 6 حتى بعد ما اتلغى انا شايف ان هو زق تونس جدا لقدام يعني. صحيح، شايف ان الجون البدري حتى لو اتلغى جون حلو، خلي بالك جون حلو جدا فينيش بتاع الغندالي. واحنا بنتكلم برضو بنحط احصائيات المباراه وايه اللي حصل في هذه المباراه اللي كانت بالمناسبه يعني بشوف ان نسب الاستحواذ ما اعرفش غريبه بالنسبه لي، كانت غريبه لما شفت نسبه الاستحواذ في اخر المباراه 64 بعد ما نزلوا اللعيبه بعد ما نزلوا جريزمان وديمبلي ومبابي الفرقه اختلفت خالص. يعني قد ايه ده كان 30 دقيقه بس هو كان ساعه ونص ساعه سوري. هي تونس من بعد ما سجلت الهدف بدات تسيب الكوره لفرنسا يعني ده كان طبيعي لان فرنسا بعد ما سجلت الهدف ماشي. طبيعي الكره التونسيه طبيعي. ده اسلوب الكره التونسيه. لكن في حاجه برضو مش محتاجين ان احنا ما نغفلهاش النهارده، احمد كان بيتكلم على بعض العناصر في منتخب فرنسا النهارده. ديشامب حط كامافينجا باك شمال، هو اوريدي عنده مشاكل في خط النص فهو حطه في باك شمال فزود مشاكل كامافينجا اكتر. حاجه كمان مهمه النهارده، فرنسا لعبت بالتشكيله البديله، الصف الثاني في منتخب فرنسا اعتقد بيغيب عنه الانسجام، فده كان مهم جدا النهارده لان انت بتلعب ب 11 لعيب ما لعبوش كتير مع بعض. لو ضفنا على كده كمان ان البطوله بتتلعب في الشتاء لاول مره. صحيح. على فكره البطوله لما بتكون في الصيف بتبقى المنتخبات الاوروبيه اللي من نوعيه فرنسا عندها فرصه للاستعداد اطول، فده شيء كان مباغت شويه للمنتخبات الاوروبيه ان انت بتلعب في فتره الدوريات الاوروبيه لسه خلصانه من اسبوع 10 ايام بالكتير قوي ودخلت بتزود نسب الاصابات، فلما تلعب بالسكند تيم كمان هيبقى في عدم انسجام رهيب. اعتقد ده فرق النهارده مع تونس ووصلنا في الاخر ان احنا طلعنا بنتيجه تاريخيه ان فريق عربي يفوز على فرنسا بطله العالم. ما كملتش يعني قدر الله ما شاء فعل، بس في النهايه هو فوز تاريخي لازم التوانسه يفتخروا بيه لانه مش سهل ابدا ان انت تفوز على بس العرب بشكل عام. وده ثالث انتصار بالمناسبه لتونس في تاريخ كاس العالم، هي اللي اتصارت لحياتها قبل كده كان سنه 78 مع الارجنتين مع الكابتن القدير عبد المجيد شتالي الجيل الذهبي لتونس، هزموا المكسيك 3-1، والنسخه اللي فاتت هزموا بنما، كانوا الفرقتين للكونكاكاف. النهارده بيفوزوا على فريق اوروبي وبطل اوروبا وبطل العالم، اعتقد ده انجاز مش هيعدي سهل يعني. وهبي الخزري واحد من اللاعبين الكبار جدا مع المنتخب التونسي على الرغم من ان هو مش عارف اقولها ازاي، هو لعيب جامد جدا وكل حاجه ولكن ما تعرفش مش واخد حظه مثلا ولا انا مش فاهمه. لا هو علشان ما يعني في اوقات بتحس ان هو عالي جدا جدا يعني. انا النهارده قاعد بتفرج بقول هو ده وهبي الخزري هو ده؟ لا ده هو كان يعني انا بتخيل انه بدايات وهبي الخزري كمان كانت اكتر بكتير. لو دلوقتي تقدم في السن يعني بنسبيا اعتقد 32 او 33 سنه، وهبي الخزري لما بدا يطلع وبدا يستدعى لتونس بعد ما لعب في كل الفئات السنيه لمنتخب فرنسا كان لعيب مهاري جدا، كان يعني ستايله شبيه بمحمد زيدان مثلا في مصر، بيرقص كتير وبيلعب كتير
ولكن تونس برضو عندها الحته المحليه شويه غالبه على تنجيم اللاعبين. فمثلا يوسف أوكي. يوسف المساكني مثلا بنفضل نتذكره كواحد من اساطير الكره التونسيه لان هو ليه مرد اللي هو الترجي التونسي في الكره التونسيه. زبير بيا مثلا بيفضل الناس فاكره لان هو ليه مرد اللي هو النجم الساحلي الهادي برخيصه رحمه الله عليه، ان ليه مرد اللي هو الترجي فدي الاساطير اللي التوانسه زي عندنا مثلا اللاعب اللي بيطلع محترف بس ما مش من اهلي وزمالك على سبيل المثال دايما بنتذكره دايما على اساس ان محمد صلاح مثلا مش حي. لا طبعا بس محمد صلاح بذل مجهود كبير جدا يا كابتن كسر لحد الحرب. لحد ما يكسر والنني النني مثلا بس النني النني انتماء اهلاوي يعني النني ارسنال النني اهلاوي في الاصل خزري بمناسبه الكلام لا بمناسبه الكلام على الخزري النهارده بقى هداف العرب في كاس العالم بثلاث اجوان بالتساوي مع السعودي سامي الجابر وسالم الدوسري اللي هو سجل النهارده وبقى ثلاثه برضه. برافو عليك. بس في لعيبه تشوفهم تقول ان هم وسامي الجابر بالمناسبه برضه ثلاثه سامي ثلاثه سامي وسالم الدوسري اثنين سعوديين وواحد تونسي. انا بتكلم على وهبي لان وهبي بيقول لك النهارده هتشوف وهبي صح خلاص خلص والعالم كله تقريبا بيتكلم على وهبي الخزري تخلص النهارده مش هتسمع عن وهبي لمده لان هو ماشي لان هو محترف مش هتسمع عنه حاجه يعني ما حدش هيسمع عنه حاجه لانه محترف ما بيواجهش مثلا الانديه المصريه دايما فتسمع عنه في افريقيا فتسمع عنه دي نقطه. النقطه الثانيه هو محترف دايما في الانديه المتوسطه في فرنسا يعني هو دلوقتي في مونبلييه عامل مسيره كويسه جدا في مونبلييه ما بيطلعلكش بارقام خارقه في مونبلييه يعني هو بيجيب 10 تجوان في السنه بيعمل 6 7 اسيست ومحافظ على ده وده كويس في الكارير دلوقتي تقريبا داخل السنه ال 11 ليه مع منتخب تونس وهبي الخزري لعب اول ماتش دولي ليه اعتقد 2011 2012 صحيح. فانت بتتكلم لما يتكتب في التاريخ ان ده احد اساطير منتخب تونس صحيح ودايما موجود في البطولات ودايما بيأدي باقصى طاقه عنده ولو حط على الوينج بيكون اهم عنصر وتحط في راس الحربه بيكون اهم عنصر بس هي نقطه المود احيانا بتفرق يعني هو برده المود بتاعه شويه عصبي شويه في بعض الامور ما بيتكلمش برضو عربي صرف صحيح. جدا فما بيطلعش في تصريحات كتير مش مهتم جدا يعني بالفكره المحليه التونسيه الفكره المحليه التونسيه مش شغله قوي هو كان حتى النهارده كان بيسلم على ديشان لان هو دربه في منتخب فرنسا تحت 21 على في 2010 و2011 بيسلموا على بعض سلام حار يعني. حار يعني شويه بعد المباراه فهو بالنسبه له كان اختيار منتخب تونس كان اختيار للكارير اللي لو كان فعلا وهبي الخزري بالكواليتي دي راح منتخب فرنسا في الوقت ده ما كانش هيلاقي فرصه وسط كل الجيل ده فاعتقد ان اختياره لتونس في الوقت ده كان اختيار يعني عشان راح هو عارف مصلحته علشان ده الافضل فعلا في الوقت ده. حاتم بن عرفه كان اكبر منه حاجه بسيطه مثلا وسام بن يدر تقريبا في نفس مرحلته العمريه واصغر منه ما اختاروش تونس واختاروا يلعبوا في منتخب فرنسا والكارير بتاعهم انتهى تماما على الصعيد الدولي ما خدوش نفس الصيت الدولي اللي وهبي الخزري خده في تونس. دلوقتي احنا لما اتكلمنا في الرقم قلنا وهبي الخزري هداف العرب في المونديال هداف كاس العالم هداف كاس العالم في المونديال بالظبط يا كابتن. طيب عموما دي كانت المباراه الاهم بالنسبه لنا تونس ولسه هنتكلم عن المباراه مهمه اخرى مباراه السعوديه والمكسيك والارجنتين وبولندا ولكن نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نتكلم عن هاتين المباراتين. كان في الامكان افضل مما كان في مباراه السعوديه والمكسيك الكل كان ينتظر اداء سعودي افضل الحقيقه لما المنتخب السعودي عمل مباراه جيده امام المنتخب الارجنتيني وكسب كلنا كنا مبسوطين وسعداء لما عمل مباراه كويسه امام المنتخب البولندي واتغلبنا واتغلب المنتخب السعودي برضو كنا سعداء ولكن نص سعاده. النهارده الحقيقه ولا اداء ولا نتيجه يا احمد يعني الفرق كان كبير جدا بين المكسيك والسعوديه النهارده الصراحه كان الفريق الاكثر جديه والاكثر اصرار على الهجوم وبرضو السعوديه كانت داخله فاقده كتير من عناصرها ده حقيقي ده لازم يتقال بسبب الاصابه وكده فده ما ننساهوش خصوصا لا يعني الليفل البدني كان عالي جدا من المكسيك النهارده صحيح. يعني بتتكلم في عناصر زي فيجا وزي هيرفينج لوزانو وزي لويس تشافيز اللي عمل مباراه تاريخيه النهارده الصراحه غير الجون العظيم اللي جابه كان هيجيب جون شبهه برضو ولكن كان ليه تصويبات لان كنت باعتها لفريق الاعداد لو يبعتوها حاضر هيعملوها لك طالما بعتها يعملوها كان في يعني اصرار مكسيكي قوي جدا على التصويب من خارج ال 18 ومن مسافات بعيده جدا لاستغلال ان النقطه دي فعلا نقطه ضعف عند محمد العويس حارس السعوديه حتى في الدوري يعني حتى في ماتش الاهلي مثلا والهلال في كاس العالم للانديه التصويبه بتاعت محمد هاني انا تذكرتها تصويبه السوليه انا تذكرتها تصويبه محمد هاني اللي جه منها الجون الثاني ياسر ابراهيم وتصويبه السوليه اللي جه منها الجون الرابع كانت نقط ضعف كبيره عند محمد العويس. فالنهارده المكسيك كان داخل على الكور دي وواضح فعلا مثلا هو طبعا الجون الثاني بتاع المكسيك جون عظيم جدا ولكن العويس في خطوتين برضو قبل يعني ما نط يعني في خطوتين كان المفروض ياخدهم لا اكتفى بالنط في الكره سبقته بتاع تشافيز بس صعبه قوي الكره شوطه صعبه جدا الكره قويه جدا جامده متطرفه جدا بس في يعني ما كانش كان ممكن يصدها يعني
ما يعني كان ممكن يعمل يعني ياخد خطوات العملاقه، ما رضيش ياخدها يعني. ما هو ما عملها في الكره الثانيه، لانه تشافيز كان هيحط واحده ثانيه بس حطها على يمين العويس المره دي، الجون كان على شمال العويس، المره دي حطها على يمينه العويس طار عليها حط ايديه الاثنين فيها، لان الكره كانت متشاطه جامد جدا. جنب افضل من جنب يعني، اقصد ان هو ممكن يكون عنده امكانيه بيصد امكانيات اليمين افضل من امكانيات الشمال. ضيع وقت هو في خطوتين بقى يعني، هو ضيع وقت كتير في الجون الاولاني. انت الجون في الكور القويه دي ما تاخدش الخطوات دي يعني. مزبوط. الحل الوحيد ان انت تحاول تلحق المقص يعني، حاول هو كان تلحق ممكن أكثر. يقف في نص الجون اكتر. لا هو برضه لويس كان واخد زاويه اكتر في الجون اللي دخلت في الجون الثاني في السعوديه بتاع تشافيز. لو هو في نص الجون كان ممكن ياخد انا اتفرجت عليه فيديو بس بسرعه كان ممكن ياخد خطوتين ويروح عليها، بس هي عموما صعبه وسريعه وقويه جدا. المكسيك النهارده شايف انه الماتش من افضل مباراه منتخب المكسيك. كل الكور المشتركه النهارده المكسيك كانت بتاخدها، الالتحامات كلها تقريبا كانت لصالح المكسيك، والماتش من اوله السعوديه ما كانتش قادره تعمل الضغط اللي كانت عاملاه في الماتشات اللي فاتت. بس هنا مش هنغفل الغيابات طبعا. نعم مش هنقدر نغفل الغيابات. ما لسه كنت هقول لك، انا اعتقد يعني ان الغيابات لها دور مؤثر قاتلة. يعني اهم عنصر عندهم في الضغوطات عبد الاله الملكي في نص الملعب يعني، كان اللي هو بيدخل زي ما بيقولوا الايه الديرتي وورك. هو برضه لما انت سلمان فرج لما انت داخل بثلاث اربع لعيبه وفجاه ما تلاقيهمش معاك صعب جدا. لا وعناصر كلها اساسيه ومفيده في انك تقلل الفجوه، تقلص الفجوه بينك وبين الانديه بين الفرق الكبيره دي يا محمد، انك على الاقل يبقى عندك ثلاث اربع عناصر قادره يعني ان هي تعمل ماتش يعني بدني عالي جدا. صحيح. بص نسبه الاستحواذ 61 39، 61 مكسيك 39 في المباراتين السابقتين. قد تكون النسبه قريبه من كده، ولكن في النهايه كان السعوديه بيبقى في شكل للمنتخب السعودي برضو مع احترامي، لكن النهارده لا الموضوع لم يكن جيدا. صح. بشكل عايز اقول ان معرفش ليه في حاجه برضه الاصابات طبعا طبعا طبعا, طبعًا. لا يجب ان نغفل هذا الامر طبعا، ومش هنغفل ان المكسيك فريق كبير. انت ما بتلعبش المكسيك يتحسب على امريكا اللاتينيه برغم ان هو في الكاريبي دول امريكا الشماليه والوسطى، بس هو ثقافه المكسيك ولعبهم اقرب لامريكا الجنوبيه، ودايما بيشاركوا في كوبا امريكا يعني، بيلعبوا البرازيل كل سنه وبيلعبوا الباراجواي والاوروجواي، ففرقه عندها مستوى جيد. المكسيك حتى احنا الاهلي لما بيلعب في كاس عالم الانديه ويقع مع فريق مكسيكي باستثناء السنه دي ما فاز على مونتيري، المكسيكيين لو مسكوا كوره عليك بتبقى مشكله كبيره جدا. الفرقه بتلعب كوره سريعه 2005 وعلى الارض بيشوطوا كويس جدا سرعة جدا. فالسعوديه النهارده كان المشكله كان في فرق بدني فرق سرعات. كمان الماتش السعوديه والارجنتين اعتقد ان هو على السقف زياده عن اللزوم. مظبوط. لكن هو عمل حاجه ايجابيه من ناحيه ثانيه، ده في رايي الشخصي على مستوى البطوله كلها، هو عمل حاجه شبه اللي في السياسه كده اسمها تاثير الدومينو، يعني فوز السعوديه على الارجنتين قلب كيان البطوله وحولها الى خلق حاله من الفوضى، اللي هي مثلا ان كوستاريكا تهزم اليابان بعد ما اليابان تهزم المانيا، ان المغرب تنزل تتعملق قدام كرواتيا وتاخد نقطه من كرواتيا وصفت العالم وتفوز على بلجيكا بهدوء شديد. ليه ما نقولش كل دي حاجات؟ ليه نقول حاله من الفوضى وما نقولش حاله من التحفيز؟ ما هي الايجابي تحفيز ايجابي جدا. بس هو وصلك لاعلى مستوى، لان انت لو حطينا احتمالات في ماتش السعوديه والارجنتين لو لعبوا مع بعض 10 مرات 99-1 بالظبط، فكون ان السعوديه تكسب وتكسب باداء كمان، الاداء كان مقنع مش مجرد فوز، كان مقنع ما كانش فوز بالصدفه، خلى كل المنتخبات تلعب الماتشات مع الفرق الكبيره بروح عاليه وان يبقى عندها ايمان انها ممكن تكسب. منصات المراهنات يا كابتن معلومه على السريع كده بتحط من سنه 1930 كل ماتش بيراهنوا عليه برضو يعني في كاس العالم ده ما اتحطش. اكتر ماتش لا اقل نسبه المنتخب في تاريخ الكاس العالم كانت نسبه السعوديه والارجنتين، وبعد الماتش الثاني كان ماتش انجلترا وامريكا في سنه 1950 مونديال 1950 كانت امريكا رايحه بمنتخب من طلبه الجامعات، ما كانش رايحه بمنتخب نظامي، ورغم كده كسبت انجلترا 1-0 كسبت 1-0 في ماتش تاريخي. لا قصه لطيفه ليها علاقه بالماتش اللي احمد بيحكي عليه، ان رويترز لما بعتت النتيجه بتاعه ماتش 1950 اللي بيحكي عليه ده بعتتها للصحافه، لان 1950 البطوله ما كانتش متذاعه، فالصحافه البريطانيه افتكرت النتيجه 10-1 لانجلترا مش 1-0 لامريكا، مصدقين ان انجلترا من كتر ما الموضوع غريب لان امريكا رايحه ما فيش منتخب اصلا. الامريكان ما كتبوش النتيجه اصلا من كتر ما هم متاكدين انها مش حقيقيه، وما حدش جه جنب الامريكان. ورغم ذلك كانت المراهنات ساعتها بتقول ان امريكا ممكن تكسب انجلترا اكتر ما قالت نفس الشركات لسه السعوديه والارجنتين تكسب الارجنتين. فده بيقول لك ان لا دي ممكن تكون اكبر معجزه في تاريخ كره القدم على مستوى كؤوس العالم، خصوصا ان المستوى اللي دخل بيه الارجنتين الشوط الاول يا كابتن يعني كان في اول 10 دقائق فيه 3-0 ثلاث اجوان متاحين. ما هي في كره القدم، ما هو ده اللي يخليك تحب كره القدم، ان انت مباراه زي دي اللي تخليك تحب كره القدم. ان انا ممكن الشوط الاولاني الارجنتين يكسب السعوديه 3-4 صح، يعني لو ما عملش كتفه كده وعمل كتفه كده التسللات الموضوع انتهى، لكن
هي دي كرة القدم، وهذا هو جنون كرة القدم. هي ليه الناس بتحب كرة القدم؟ بتحب طبعا ألعاب أخرى، ولكن هي ليه كرة القدم هي اللي منتشرة في العالم كله بيبقى عليها هذا الزخم وهذا بتاع؟ عشان أنت بتقوله. وعشان كرة القدم كمان في نقطة تانية، إن بتدي الفرص متساوية زي ما حضرتك بتقول لكل المنتخبات. يعني هيرفي رينار تكملة لكلام حضرتك، الستايل اللي هو لعب بيه الشوط الأول، الريسك الكبير جدا انه يلعب على مصيدة التسلل باصرار شديد جدا، وكان ممكن يدخل فيه جولين وثلاثه، والشوط الثاني يحفزهم بنشوطين زي ما الفيديوهات ظهرت ويوبخهم بالشكل العنيف ده. يردك ان هيرفي رينار ده مثلا بدا حياته عامل نظافه، يعني بدا حياته هو كان لعيب كوره متوسط جدا، ولما خلص كاريره في عمر 29 او 30 سنه اشتغل كعامل نظافه، وانتهى تماما من قصه التدريب لحد ما كلود لرواه خده في تجربه في الصين كده يشتغل معد احمال لان هو كان صديقه، فسابوا الشغلانه بتاعت جمع النظافه من البيوت ورجع تاني يشتغل مدرب كمعد احمال بدنيه. ولما خد اول تجربه في زامبيا كتجربه كمدير اول كانوا بيشكوا فيه جدا، انت ازاي تبقى معد احمال فقط وتقود منتخب؟ فكل دي اشياء في الاخر كسب الارجنتين في كاس العالم. عنده رقم مهم دلوقتي هيرفي رينار، لان الاتحاد السعودي هيجدد معاه مع المنتخب، هيبقى اكتر مدرب في تاريخ المنتخب السعودي يقعد معاه. يتخطى مين بقى؟ يتخطى عبد الرحمن فوزي نجم منتخب مصر واللي سجل هدفين في كاس العالم 34. 34 كان اكتر واحد درب المنتخب السعودي، كان دربه فتره في منتصف القرن اللي فات، فتره طويله جدا. هيرفي رينار هيعديه بسبب نجاحاته المستمره مع المنتخب السعودي. يستحق الحقيقه، يستحق جدا. مدرب هايل، مدرب هايل، المدرب صاحب المخاطره هو المدرب الناجح. ما يفكركش بجزئيه يا كابتن؟ بيفكر. ما انا لسه انت بس سيبني اكمل. لانه هو انت لما تبقى مغلوب من الاتحاد السكندري، بمناسبه جوزيه، لما تبقى مغلوب من الاتحاد السكندري 2-0 وفي الدقيقه 38 من الشوط الثاني، وتلعب باثنين مدافعين اسلام الشاطر وحسام عاشور وبقيه اللاعبين كله بيهاجم، او اسلام الشاطر وشادي محمد وقدامهم حسام عاشور، الثلاث لاعبين دول هم بس اللي بيلعبوا على الدفاع، كان في وليد صلاح، وليد صلاح الدين ومجموعه من اللاعبين الكبار في الاتحاد في ذلك الوقت، وتلعب باثنين وينج رايت واثنين وينج ليفت وخمسه راس حربه ولا اربعه راس حربة، يعني انا بتكلم يعني ارقام كبيره جدا انا اقصد، لكن في النهايه هو ده الفارق، وتكسب 3-2 بسبب اللعبه زي دي. القرارات السريعه، وعدم والمخاطره، هو خد مخاطره ونجحت. ماتش رادس مثلا، ما ده مثال ازاي جوزيه ادار المباراه بذكاء شديد. هو كان قاعد من نهايه الشوط الاول ومقعد متعب ومقعد، كان بادئ بقى كوتي من نهايه الشوط الاول، بدا يقعد حسن مصطفى قعد كذا عنصر ودفع بيهم كلهم شوط تاني، ولما بقى طلعت كواليس الماتشات من اللاعبين اللي كابتن اسلام كان منهم طبعا، كله قال ان هو قال لهم ان ده هيحصل بالظبط، يعني حركه التغيير اللي كان بيعملها قبل نهايه الشوط الاول دي جميله جدا، كانت بتدخل اللعيب اللي نازل في اجواء الماتش بسرعه، بحيث يبقى نازل الشوط الثاني بيبقى خلاص هو واخد احساس المباراه. واهم حاجه كان بيعملها جوزيه في رايي برده، ان هو كانت اللعيبه بتصدقه حقيقي، كانت لعيبه مقتنعه بيه، واعتقد رينار مع المنتخب السعودي كده. عشان كده بقول لك ان رينار يستحق الحقيقه هذا الزخم الكبير عليه، حتى لو ما كانش يعني، معلش يعني مع احترامي، في الفيديو اللي نشر عجبني جدا الكلام اللي قاله، تحفيزي اكتر منه اي شيء اخر، ولكن في النهايه اي مدرب، اي مدير فني هيبقى موجود في هذا التوقيت وبيلاعب ميسي هيقول لهم انتوا جايين تتصوروا مع ميسي؟ ما هو انا لو انا اللي ماسك هروح اقول لهم انتوا. بس في حته عند اللاعب السعودي يا كابتن وعند المواطن السعودي ما بتقبلش ان ده مثلا ينزل على يعني يظهر للناس. لا ده كان زمان، دلوقتي السوشيال ميديا خلي بالك السعود مثلا اقصد مدى التصدين، هم مصدقينه للدرجه دي، مصدقينه ان ده مش عامل اي مشاكل، ان حاجه دي تطلع من اوضه اللبس. عشان كده بقى بيجددوا معاه، وعشان كده عايزينه، وعشان كده شايفين ان هو من الممكن جدا، هو ده التخطيط اللي للمشاريع دي، مشاريع في كره القدم. ما تستناش مدرب وتقيمه اسبوع وبعد كده تقيمه 10 ايام. الله ينور عليك، يعني انت جبت فيتوريا، خليك مع فيتوريا، خليك في ظهر فيتوريا، فيتوريا مدرب جيد بالظبط، خلينا نقف كلنا حواليه، بس في مش كلنا نقعد نضرب فيه. لا لا صح صح، ولو ان المقارنه هتبقى صعبه مع الكره السعوديه، لان الدوري السعودي طبعا بنظام فارق كبير جدا نظام الدوري، يعني ما حققه المنتخب السعودي انا شايف ان هو نتاج منظومه كامله من اول رئيس نادي لغايه اصغر عامل، حد يطلع يتكلم. لا 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 ولا زي ما احنا بنشوف هنا كده في كل احوال. اخبار النهارده ان كريستيانو رونالدو احتمال يروح النصر السعودي كمان. بكام بقى؟ تقارير ب 200 مليون يورو في السنه الواحده كراتب. وعلى فكره التقارير، لان في ناس بتستبعد الموضوع، بس هي ماركه ما بتجيبش اخبار فعلا، التقرير صادر عن ماركه في البدايه، التقرير صادر عن ماركه، ماركه ما بتجيبش اخبار غالبا تخص يعني منظومه اسبانيا، ريال مدريد، كريستيانو، الحته دي، الا لو فعلا عندها مصادر قويه جدا، فهو مش زي ما بيقولوا مش ضرب من الخيال. لا وهي من السنه اللي فاتت،
هذه الاخبار من السنه اللي فاتت. رابطه بالدوري السعودي، رابطه بالدوري السعودي، بس عرض بس رقم ضخم، رقم واضح كده يتقال. فانا مش ضخم ولا حاجه، 200 مليون يورو، عايز ايه؟ هيبقى اعلى الرياضيين دخلا في العالم، اعلى الرياضيين في كل الرياضات. هيتخطى ميسي وليبرون جيمس وكل وتوم برادلي. بمناسبه النصر السعودي، عنده 500 مليون فولورز على على الانستغرام، تراهن عليه وانت مستريح يعني. ما انت لو رميت، انت قلت صباح الخير، انت خلاص صباح الخير يعني. انا رونالدو، والله رونالدو طبعا كلنا عاملينه فولو. فرونالدو لو انا تغمض عينك وتفتحها، لو نزل صوره تغمض عينك وتفتحها تلاقي مليون. لما ميسي هم وميسي بقى نزلوا الصوره وهم قاعدين بيلعبوا على ركله، تخيل انت يعني تفاعل كده. عملت اعلى رقم من الصوره، رقم في تاريخ الانستغرام، صورتهم مع بعض. انا بقول لك، فانت ما تخيل، انا بقول لك اعمل كده دلوقتي. لو رونالدو يا رب ينزل صوره واحنا قاعدين، لو نزل صوره واحنا قاعدين وغمض عينك وفتحها هتلاقي، لا مش مليون يعني، بس هتلاقي 100,000 في التغميض، هتلاقي مثلا 100,000 150,000 في التغميض الواحد. فشوف بقى يعني ايه 500 مليون فولورز يا جماعه. ده الواحد بيبقى عنده 500,000 بيبقى عامل قصه. عموما نروح برده نرجع مره اخرى بقى ونتكلم عن ميسي، بولندا والارجنتين. هذه المباراه برده من المباريات اللي كان الكل ينتظر ماذا سيفعل الارجنتين في هذه المباراه. الارجنتين بدات بالبدايه اللي كان لازم تبدا بيها المونديال بشكل عام، في ماتش بولندا او في ماتش المكسيك. واضح انه كان في يعني حصه من الايه، من الجديه ظهرت في 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 غرفه ملابس مثلا منتخب الارجنتين، عشان الارجنتين تدخل بالشكل ده. تصوب 14 كره في الشوط الاول، منهم سبعه بين العارضه والقائمين، وسط تالق تشيزني ضيع ضربه جزاء. ما كانتش يعني، متهيألي ما كانتش ضربه جزاء يعني، ان ميسي عشان كده ضاع. متهيألي ميسي ما كانش يستحق فيها ضربه جزاء، عشان كده اهدرت. لو كان ميسي جابها كان هداف كاس العالم دلوقتي، كان هيتخطى كريستيانو رونالدو، كان هيوصل لهدف رقم 9 وينافس جبريل عمر باتستوتا كالهداف التاريخي لمنتخب الارجنتين. فكان في ارقام كتير هتتحقق لولا ان ضربه الجزاء دي ما كانتش مستحقه. لسه بدري، بس مش بدري على ميسي. ممكن النهارده بس تخطى عدد مباريات مارادونا مع الارجنتين في كاس العالم 22 ماتش، لكن ما عداش الاهداف بقى. ما عداش الاهداف. انا بقول لك ممكن يعني الماتش جاي، الماتش جاي ممكن يعني اقول له ان انت لسه عندك ماتش، ممكن طبعًا يبقى ماتشين على الاقل يعني، خصوصا ان هم هيلعبوا استراليا كمان. بالظبط، ما هو ده اللي انا بقوله. فالارجنتين كانت جاده جدا من الدقيقه واحد. متهيألي الاعتماد على جوليان الفاريز ويعني واجلاس لوتارو مارتينيز من البدايه، يعني كان برضه لوتارو مارتينيز ليه ماتشاته، وفي بعض الاحيان بيكون عامل بطء كبير جدا في هجوم الارجنتين. جوليان الفاريز اضاف للفريق حيويه كبيره، ريح دي ماريا، لان برضه جوليان الفاريز كان ما بيدخلش قوي من العمق. يعني لو كان بيلعب 4-3-3 بس ميسي ساقط شويه، او دي ماريا ساقط شويه وميسي بيلعب مثلا سكند سترايكر، او 4-3-3 مفروده زي ما هي كده وبيلعب دي ماريا وينج وجوليان الفاريز بيسقط على الناحيه الثانيه وميسي بيدخل في العمق، كل ده بيريح ميسي ودي ماريا من المهام الهجوميه، بيفضلهم مساحه، لان الفاريز عنصر نشط. لو طارو ما يروحش على الوينج ويعمل لك يخلق مشاكل للدفاع، لو طارو يقدر يستلم بصدره، يقدر يلف، يقدر تبني عليه لعب، يقدر تبني عليه محطه. فاعتقد ان اختيار السكالوني لجوليان الفاريز وبدؤه بانزو فرنانديز من بدايه المباراه اضاف حيويه كبيره جدا للفرقه. انزو فرنانديز النهارده بيبقى اصغر لعيب يشارك في تاريخ منتخب الارجنتين بعد ليونيل ميسي في 2006. انزو فرنانديز بالمستوى اللي عمله مع بنفيكا من اول الموسم والاداء اللي عمله في كاس العالم حتى الان، وان هو مسجل هدف برده في ماتش المكسيك فرق جدا. فاعتقد انزو فرنانديز عنصر فرق جدا. بدايه الشوط الثاني الهدف السريع ساعد الارجنتين جدا ان هي تتحرر بقى من كل الضغوطات، لانه لما كانت الدقائق بتتقدم بولندا والفرق الاوروبيه بتكسب عليك قوه ذهنيه مع الضغط اللي عليك، ضغط على القوه البدنيه. خلي بالك اللي بتفرق فيها بولندا عن اي منتخب اخر. هو مهم الارجنتيني يبقى عندها خلال البطوله لعيبه جديده بتظهر تتحمل المسؤوليه، لان في مشكله كبيره من وجهه نظري في الارجنتين ان ميسي شايل الموضوع على كتفه كله، او هكذا يوحي الاعلام والجمهور. لا بس مش دي ويتصور الحقيقة. المفروض انا لسه يعني كنت بتكلم مع كابتن شريف عبد الفضيل، بقول له ان اهم ما يميز هذه النسخه من كاس العالم الجماعيه في الاداء. يعني انت لو انا جيت سالتك قلت لك مين افضل لاعب دلوقتي انت شايفه بعيدا عن ميسي ورونالدو، مش هتلاقي. يعني ايه يعني؟ مفيش واحد في اسامي بتلمع. في اسامي، مفيش رونالدو اسامي بتلمع كده، مبابي مثلا، جاكبو في هولندا، لكن فعلا اللعب الجماعي هو المسيطر. فاللعب الجماعي انا بشوف ان اللعب الجماعي هو المسيطر على الطرق في كاس العالم. حتى مفيش طريقه جديده شفناها. يعني احنا دايما كمحللين او كناس عايزين نشوف الكوره، يعني انا واحد من الناس اللي بقعد اتفرج على الكوره من الساعه 12 لغايه الساعه 11. ف
ما شفتش لعبه جديده، ما شفتش طريقه لعب جديده، ما شفتش ان مثلا يعني في مانشستر سيتي انا بشوف ان هو كل سنه ساعات بيغير طريقه اللعب، يقوم جاب دخل لك الباكين اللي جوه ويفتح الاستوبارين من ورا. لحد ما بتعمل الحكايه دي السنه دي في البطوله دي، لحد ما بيحاولوا يطبقوها فرنسا والمانيا. لا بس ما حصلش بشكل يعني بيطلعوا الباك ليفت يشارك في هولندا اللي عملت شويه. هو التدوير تدوير الكوره بتاع اسبانيا كتير قوي، يعني نقل التيكي تاكا اسبانيا، نقل التيكي تاكا لكاس العالم. فكره صحيح. الهجوم باربع لعيبه مينيمم وخمس لعيبه، دي بتقدمها اسبانيا وبتقدمها فرنسا وبتقدمها المانيا، واعتقد عشان كده هو هيفضلوا هم ابرز مرشحين للفوز بالبطوله دي. انها تهاجم بخمس لعيبه بشكل منظم وبتدخل الرباعي اثنين من خط النص مع اثنين من الهجوم في قلب المنطقه عشان تفرغ مثلا الجنب الشمال او الجنب اليمين، ده يزود لك لاعب. اعتقد دي اللي بيعملها بشكل جيد حتى اللحظه اسبانيا وفرنسا والمانيا بشكل اقل شويه، لكن هتبان في الماتش. يعني احنا اللي شفناه طريقه اللعب اللي قد تكون مختلفه شويه 3 4 3، ان انا بلعب 3 مفرودين على نص الملعب او على الخط، يعني في الوسط واحد في الوسط واحد يمين واحد شمال، والباكين اللي هم اجنحه كلاسيكيه من بتوع التسعينات دول، ده هم لجوه مع المدافعين ولا لجوه عمق الملعب؟ لجوه عمق الملعب خالص. يعني هم مش باكين، هم باكين في الرده في الرجوع، لكن هم لجوه الملعب خالص، يعني هم من بره والكره معاهم كله جوه فيما عدا الوينج اليمين او الوينج الشمال. عشان بيبقوا فاضيين في اسبانيا، بيبقوا فاتحين واحد ناحيه اليمين خالص وواحد ناحيه الشمال خالص، ماطط الملعب. صح، ماطط الملعب للاثنين خالص، بحيث ان الباكين اللي بره بيخش لجوه بينزلوا، تحس ان هم تحت راسين حرب. بس ده زي ما انت حضرتك بتقول طبعا مع الفرق كمان اللي معدلات الاعمار منخفضه. يعني انت عايز لعيب شاب اسبانيا. اسبانيا طبعا اسبانيا. انا بكلم ده اصغر منتخب اعتقد، او اصغر معدل اعمار 24 سنه تقريبا متوسط الاعمار، وعنده بلدي بيلعب باك ليفت وباك رايت بنفس الكفاءه تقريبا، ولعيبه صغيره وعندها شخصيه كبيره زي بيدري مثلا، ده من اهم نجوم البطوله، وتلاقي ان في الاخر هو عنده 20 سنه او اقل، فدي حاجه برضو ظاهره ان اللعيب بيكون بالسن ده وبالشخصيه دي في الملعب وفي منتخب. صحيح. بالوزن بيلينغهام في منتخب انجلترا من اللعيبه الهائله جدا اللي برضو كله ممكن منتخب امريكا كله شباب، منتخب امريكا كله بيستعد، منتخب بيستعد 26 بس نزل مغامره، نزل مقامره جامده ان انا افتح وهاجم والعب بشخصيتي فاستقبل اهداف كتير في النسخه دي، بس هو قدم واجه كويس جدا. بس امريكا تحس انه منتخب ناضج، منتخب يعني منتخب ناضج جدا، استقبل هدف واحد من ركله الجزاء. كندا وامريكا بيستعدوا لكاس العالم 2026، الفرقتين دول معدلات اعمارهم قليله قوي عشان تجهيز لكاس العالم، والمكسيك طبعا هتشارك في التنظيم، بيستعدوا للنسخه الجايه. عموما دي كانت المباريات اللي اتلعبت النهارده، خلينا نطلع نشوف تقرير عن اهم مباريات بكره ونرجع نكمل مع حضراتكم مره ثانيه. تشهد مواجهات الخميس في نهائيات كأس العالم قطر 2022 مواجهات شرسة لحسم التأهل إلى الأدوار الإقصائية، أبرزها مباراة المغرب وكندا والتي تنطلق في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب الثمامة، وأصبحت المنافسة على البطاقتين المؤهلتين إلى دور 16 ثلاثية بين كرواتيا وبلجيكا والمغرب الذي خلط أوراق المجموعة بفرضه التعادل على رفاق لوكا مودريتش في الجولة الأولى وفوز على بلجيكا 2-0 في الثانية ونيله لكل الدعم من الجماهير العربية في قطر. وفي التوقيت ذاته يبحث منتخب بلجيكا عن فوز يضمن له الاستمرارية لهذا الجيل في كأس العالم حين يلتقي منتخب كرواتيا على ملعب أحمد بن علي المونديالي. يملك المنتخب البلجيكي فرصة واحدة لضمان استمرار مشواره في المونديال بعد خسارته المدوية أمام المغرب في ظل ضغوط متزايدة على مدربه الإسباني روبرتو مارتينيز، وأي شيء بخلاف الفوز على كرواتيا الخميس قد يؤدي إلى عودة المصنف ثانيا عالميا إلى دياره بعد دور المجموعات. وفي 9 مساء يلتقي منتخب إسبانيا مع نظيره الياباني على استاد خليفة الدولي، بينما ستدور رحى المعركة لحسم التأهل بين كوستاريكا وألمانيا في التوقيت ذاته على ملعب البيت. لم يستطع منتخب ألمانيا تحقيق الفوز في أول جولتين بدور المجموعات وأصبح أسيرا لسيناريوهات درامية قد تحدث وتطيح بأحلامه في مواصلة المشوار أو تصعد به فجأة إلى دور 16. خسارة اليابان أمام إسبانيا ستؤدي لتأهل ألمانيا مباشرة في الوصافة حال فوزها على كوستاريكا، بينما سيضخ تعادل اليابان مع إسبانيا المنتخب الألماني في حسابات معقدة من أجل التأهل تتعلق أولا بفارق الأهداف حيث سيتعادل حينها مع المنتخب الأسيوي بأربع نقاط.
رجعنا مرة تانية. الحقيقة الكلام هنا كنا بنتكلم عن طريقة لعب المنتخب الأسباني، يعني هي طريقة حلوة جدا من وجهة نظري، وبشوفها ان هي من الطرق اللي عاملة شغل رائع. عموما مباراة كرواتيا وبلجيكا هتبقى بكرة الساعة 5 ان شاء الله، وكندا والمغرب. طبعا هيكون كل الأعين تنتظر مباراة المغرب، وان شاء الله ربنا يكرم المغرب يا احمد في هذه المباراة ويستطيع ان يفوز على المنتخب الكندي. هو افضل من المنتخب الكندي، ولكن المنتخب الكندي ليس بالمنتخب السهل. طبعا مش منتخب سهل، بس المغرب نسخه ناضجه جدا من المنتخبات العربيه. هو بس انا بشوفه من انضج المنتخبات في هذه النسخه، وشايف ان وليد الركراكي بيعمل فعلا يعني منتخب كبير جدا. لو توفرت له كافه العناصر للاستمرار قدام، انا متخيل ان المنتخب ده هيروح بعيد. مين جدا يكسب، كندا ولا المغرب؟ لا انا شايف المغرب ان شاء الله تتاهل. كرواتيا او بلجيكا مباراه صعبه جدا 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 في ظل الخناقات اللي بتحصل مع المنتخب البلجيكي، وكورتوا هيطلع يقول لك لما نعرف مين هو مش عارف ايه، فواضح ان في دنيا سخنه. بلجيكا من النسخ يعني. بلجيكا من النسخ المحبطه جدا ليها، زيها زي الدنمارك كده، ما كانش حد متوقع ان الدنمارك تبان بالصوره دي. مظبوط. تصريحات دي بروين كمان قبل البطوله او خلال البطوله لما قالوا له انت مرشحين، قال لهم لا احنا فريق عجوز، فريق متقدم في السن. فاعتقد ان الموقف بلجيكا اسمه موقف بلجيكا صعب، موقف بلجيكا صعب جدا، لان كرواتيا كمان فريق على قد ما هو برده مش صغيرين في السن، بس فريق عنده اللي عارف الفرق كبير. بتاعت اوروبا الشرقيه القديمه. صحيح. دي عندها برده ارث كروي، واعتقد انها عندها اسبقيه دلوقتي كمان تساعدهم ان هم. مين هيكسب؟ انا ميال ان كرواتيا هتتاهل. كرواتيا ولا البلجيكا؟ كرواتيا اقرب. يعني انت شايف هنا كرواتيا والمغرب؟ كرواتيا والمغرب ان شاء الله. اتمنى بس ان المغرب تقدر تاخد الصداره، مش صعبه يعني، مش سهله ومش صعبه في نفس الوقت، بس اتمنى يتوفقوا، لان هي الخطوه الاخيره. يعني زي ما بيقولوا كده في مثل بالفرنساوي يقول لك ما تبيعش جلد الدب الا لما تصطاده. صحيح. المغرب لسه ما كسبتش، احنا عايزين نتعامل، واللي حصل النهارده بعد كده يسهل، بعد كده نحتفل. فبعد اللي حصل النهارده محتاجين المغرب يكونوا بكره في كامل التركيز يا رب. وهم الحقيقه زي ما احمد قال فريق ناضج جدا، والركراكي مدرب هايل يعني. اليابان واسبانيا، ومباراه دي طبعا اليابان واسبانيا وكوستاريكا والمانيا، دي هتبقى مباريات الساعه 9 ليلا. اليابان واسبانيا اعتقد الفرق واضح. الفرق واضح، بس اليابان وكوريا الجنوبيه بينوا عن قدرات بدنيه كبيره جدا، وبالذات في مواجهه المنتخبات الشرسه بدنيا. فكوريا الجنوبيه تفوقت المباراه الاولى وعلى غانا في المباراه الثانيه، رغم ان غانا كسبت كان في تفوق بدني كبير لكوريا الجنوبيه. اليابان سواء في المباراه الاولى قدام المانيا عرفت تصمد قدام المانيا وتوصل للدقيقه 75 متلقيه هدف واحد بس عشان ترجع في النتيجه في الدقيقه 78 وفي الدقيقه 84 بعدين، لانه بدنيا كانت قادره واقفه على رجلها. فاعتقد اليابان ممكن تعقد الامور من الناحيه البدنيه، ولكن اسبانيا تفضل في فرق كبير جدا من الناحيه الفنيه، وفي رغبه منها ان هي تحسم الصداره بدري علشان تبعد عن اللي جاي من كرواتيا او بلجيكا، لان انا متخيل ان الحسابات كلها رايحه ان 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 المغرب هتروح متصدره بعد اللي حصل ده. المغرب هتروح متصدره، فعايزه هي عايزه تبعد عن الثاني، يعني انا متخيل انها عايزه تبعد عن كرواتيا او بلجيكا عشان تضمن مشوار هادي في البطوله. حقيقي. ولكن قبل برضو ما نتكلم برضو على هذه المباراه، اليابان واسبانيا وكوستاريكا والمانيا، مدرب بلجيكا مارتينيز هل له دور فيما يحدث الان؟ معلش انا عايز ارجع مره ثانيه لهذه المباراه، هل هذا المدرب له دور فيما يحدث، دور سلبي فيما يحدث؟ يعني انا بعد اذن محمد طبعا فضل. مارتينيز بغض النظر يعني هو جيل قوي تم يعني انشاؤه من سنين طويله جدا، اشرف عليه مارتينيز تقريبا من 2016 او 2015 14 في مشروع طويل ماشي وكل حاجه، بس في احيانا بيبقى في افراط في حمايه النجوم. لو كفايه مارتينيز كل تصريحاته بيحمي نجومه لدرجه، يعني مثلا هازارد التصريحات اللي قبل البطوله مع انه عمال يتكلم في مخالفات في المعسكر، لما كان بيروح من المعسكر ويروح مالها ليلي او يروح اي مكان وحالته مش مستقره بدنيا، ما بيلعبش في ريال مدريد، لما قرر ان هو ينزع الشريحه مثلا من رجله بدون الرجوع للاطباء في ريال مدريد وقرص ان هو يعمل اللي هو عايزه بالظبط، ومارتينيز ساعده على ده وصرح ضد ريال مدريد. احيانا بيبقى في ليفل حمايه للعيبه بيحصل، زي ان كورتوا يطلع يقول الخاين لما هيحصل هيبقى اخر يوم ليه في المنتخب، مين انت حضرتك يعني، انت لعيب، انت لعيب برضه ما يصحش تقول كده. فالتصريح ده بغض النظر عن فحواه وبغض النظر ان هو قاله ليه وبغض النظر ان كورتوا احد قاده المنتخب، بس هو بيضرب في المدرب بشكل ما، في تصريحات تتقال بصياغه ما ينفعش تقولها لان ده بيضرب في المدرب. فانا ما اقدرش اقول ان مارتينيز اثر بشكل واضح سلبيا، ولكن في مؤشرات بتقول ان اوضه اللبس متضخمه جدا. حقيقي. واحنا بنتكلم عن مارتينيز خلينا نطلع نشوف انفوجراف عن مارتينيز ونرجع نتكلم، لانه بعد كده هنتكلم عن المدير الفني للمنتخب الكرواتي وهو عكس تماما مارتينيز. طيب على عكسه
زلاتكو زالتش المدير الفني للمنتخب الكرواتي، واحد من المديرين الفنيين الجيدين 100%. واداء كرواتيا في السنين الاخيره بيعكس ان في مدرب عارف ادواته كويس حقيقي، وحافظ اللعيبه الاساسيه بتاعته، وبعدين معاه كمان قائد مثالي في غرف الملابس لوكا مودريتش. لما يكون عندك لاعب زي مودريتش بيعتبروه الاب الروحي بتاعهم كلهم، كل المجموعه اللي موجوده بيعتبروه الاب الروحي بتاعهم. وجود لاعب في قيمه مودريتش في كرواتيا يسهل حتى شغل المدرب، يسهل ان الجماهير تبقى واقفه في ظهر الفريق. اعتقد ان مودريتش بيساعد جدا دالتش، ونجاحات كرواتيا في السنين الاخيره، احنا كرواتيا كانت وصيف في كاس العالم اللي فاتت حقيقي. مقتنعين كلنا وحتى الجماهير الكرواتيه مقتنعه ان الفريق ده مش هيروح بعيد في النسخه الحاليه، ممكن ما يروحش بعيد، لكن زي ما قلت من شويه الفرق بتاعت اوروبا الشرقيه بالذات اللي عندها لعيبه لسه فيها الخير دي ممكن تراهن عليها لحد اخر لحظه، وممكن تبقى بتشكل خطر على اي فريق. لذلك انا ميال ان بكره كرواتيا حظوظها اعلى بكتير بسبب ان الاوضه الملابس بتاعتهم مترتبه اكتر أوكي. وفي نفس الوقت عندهم لعيبه اجهز. طيب انفوجراف عن دالتش ونرجع نكمل. اليابان واسبانيا، انت قلت لي اسبانيا. اسبانيا طبعا الاقرب ان هي تكسب هذه المباراه. اقرب بكتير، اقرب بكتير طبعا. المنتخب الاسباني بيقدم نسخه ناضجه ومنظمه وشرسه جدا، وفيها افكار صغيره في السن، صغيره في السن وعندها افكار هجوميه واضحه مع لويس انريكي اللي ماشي بمشروع منظم، والاتحاد الاسباني دعمه بكل الطرق، حتى كبار لاعبي ريال مدريد اللي كان عندهم حتى مشاكل في الملاعب مع انريكي بعد الانتقال المثير للجدل منه من ريال مدريد لبرشلونه، اللي كان ابرزه مثلا فرناندو هيرو اللي قعد مده مقاطعه وعامل معاه مشاكل، النهارده لسه طالع في حوار صحفي بيقول ان ده من افضل المدربين اللي جت في تاريخ اسبانيا حقيقي. على الاطلاق، وان هو ان اسبانيا معاه تقدر تاخد كاس العالم. طيب على المباراه الاخرى كوستاريكا والمانيا، المانيا تكسب اكيد، المانيا اقرب ومطالبه بالفوز خصوصا بعد ما تلقت قبله الحياه في الماتش اللي فات ما بين كوستاريكا واليابان، لان لو اليابان كانت فازت على كوستاريكا كان زمان المانيا على سلم الطياره، هم رجعوهم بالفوز المفاجئ. لكن في خبر مهم بخصوص ماتش المانيا وكوستاريكا، ده ماتش تاريخي في كاس العالم، لان لاول مره في تاريخ كاس العالم بتدير المباراه سيده، الحكمه الفرنسيه ستيفاني فرابار هي اللي هتدير مباراه بكره، طاقم كامل من السيدات لاول مره في تاريخ كاس العالم بقياده حكمه فرنسيه. الحكمه دي ادارت مباراه سوبر في بطوله اوروبا ما بين ليفربول وتشيلسي من اكتر من سنتين او ثلاثه أوكي. فبكره يوم تاريخي في كاس العالم لانه سيده هتدير مباراه احد اطرافها المانيا، على الاراضي القطريه كمان وعلى الاراضي العربيه، فده حدث مهم جدا في كاس العالم. عموما دي كانت كل اخبارنا النهارده، زي ما قلت لحضراتكم دايما اللي بيتفرج على مونديال كره القدم اللي بيحصل في 2022 الساعه 11 بيخلص، الساعه 11 لازم تنقل بقى على كواليس المونديال في البيت الكبير عشان تعرف كل الاحداث خلال الساعه اللي احنا بنلم لحضراتكم ايه اللي حصل خلال اليوم النهارده وايه اللي هيحصل بكره ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا احمد على وجودك معانا. شكرا جزيلا. تسلم يا كابتن. شكرا جزيلا يا محمد على وجودك معانا. شكرا كابتن اسلام، بتشرف ان انا جيت البرنامج. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. كانت هذه حلقه نهايه الاسبوع، ان شاء الله التقي مع حضراتكم يوم الاحد القادم وحلقه جديده من البيت الكبير.